داخل علاش؟ شنو الدور ديالك؟ راه كانت جات عندنا السي هشام العقل، كانوا كيجيو عندنا الكليه عندنا التخصصات، كنا كنديروا معاهم دو غيونيون دي زيفينمون داخل الكليه. الرئيس ديالو هو السي عمراني. هذه عباره على واحد الجمعيه. استاذ مصطفى العمراني؟ وقيل مصطفى العمراني. مصطفى العمراني؟ مدينتي. ما انا ما عرفتش لا الجمعيه سميتها مصطفى العمراني. علاش مبادره؟ مهندس فلاحي. شنو وكتاخذ كتلاقى مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الكليان ياك، وكتدوز هذوك لي بروغرام عن طريق ماذا؟ عن طريق كتعطي عباره عن كريدي، عباره عن داعم، يعني كريدي سون طو دانتيغ، وعندهم شراكه مع الـ NDH، لان الـ NDH هي ممثل ديال، انتم عارفين ممثل ديال الاداره داخل الاقليم، من خلال هذه البروغرام، يعني كنهضر في لي بروغرام. شنو كدير؟ كتعطي لي كريدي كيوصلوا حتى ل 250 الف درهم، 25 مليون ياك، كتعطيهم سون طو دانتيغ، ما كايناش طو دانتيغ، وكتردو في غضون 8 سنوات تقريبا، وعلى حسب النوعيه ديال البروجي. كاينه لي بروجي اللي كتساهل معاهم كتوصل حتى 12 عام، وكاينه لي بروجي اللي كتحاول تزير معاهم على حسب شحال عندك داك البروجي. اذا كان بروجي كيدخل بزاف كدير معاك 5 سنين. كنأكد لك بانه هو